نشاط الأخبار الرئيس، أهلا بكم. في البدء أبرز العناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، هنأه فيها بحلول عيد الفطر المبارك. نواب المجلس الشعبي الوطني يناقشون عرض وزير المالية لمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020. تسجيل 194 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وتماثل 171 مصابا للشفاء، وتسجيل 8 وفيات. تتابعون أيضا: مستثمر خاص من ولاية سطيف يحول نشاط مصنعه إلى إنتاج الأقنعة الواقية لدعم الوفرة عبر الأسواق. وفي النشرة رصد لمدى تجاوب المواطنين والتجار مع إلزامية ارتدائها. مشاريع تنموية وإجراءات وقائية عبر مناطق الظل بعين الدفلة والمدية.